مساء الفل على مشاهدي قناة النادي الأهلي، يا مساء الفل وحلقة جديدة من الأهلي خط أحمر لكل مشاهدي نادي القرن. مساء الفل يا فارس. مساء الفل يا أسامة، وإن شاء الله بإذن الله يكون أسبوع انتصارات وفترة انتصارات نكون سعداء فيها وجمهورنا يسعد معنا في الأهلي. احنا عندنا بكرة إن شاء الله مباراة المقصة، وبعد مباراة المقصة لا صوت يعلو فوق صوت المباراة النهائية بإذن الله إن شاء الله السبت القادم. النادي الأهلي بإذنك يا رب يكون بطل دوري أبطال أفريقيا. بس احنا عايزين قبل ما نبدأ الحلقة نحكي حكاية صغيرة، ولو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ لأن الأمور اللي بتحصل على الساحة الرياضية بقت أشبه بكتير جدا من اللي بيحصل على شاشات السينما. عم صابر عم حسن حسني عامل دور عم صابر، وابنه أحمد رزق في فيلم لطيف لذيذ كده، ابنه أحمد رزق طول عمره بيحلم إن هو يدخل كلية الشرطة. عم صابر عايز يدخل ابنه كلية الشرطة، فبيعمل ايه؟ بيعمل له حجز داخل الصالة، بيعمل له يفط بتتعلق على جدران الصالة ان ده شرطة في خدمة الشعب والكلام ده كله، وبيعيشه اجواء ان هو ضابط شرطة، برغم ان عم صابر عارف كويس ان احمد رزق طبعا مش هينفع يكون ضابط شرطة. راح احمد رزق يعمل اختبارات لكلية الشرطة، بالتأكيد فشل، بالتأكيد ما قدرش يلتحق بكلية الشرطة لان محتاجه مواصفات معينه. اتصل بعم صابر اللي عامل حفله كبيره قوي، حفله كبيره في عز الصيف، قال له انا نجحت، خاف يقول له ان انا سقطت. فراح يوسف رجع البيت، المنطقه كلها بتحتفل بضابط الشرطه اللي مش ضابط شرطه وبيرقصوا كلهم، واصلا احمد رزق ساقط في الاختبارات، وبيطلع احمد رزق يكمل الدور عشان يخرج من المنطقه اللي عايش فيها وهو لابس بدله كلية الشرطة. هيفضل لابس بدلة كلية الشرطة، وهيفضل عم صابر معلق اليفط داخل الصالة، بس عمر ما احمد رزق هيبقى يكون ضابط شرطة حتى لو كان عنده 21 سنة. اهلا بك يا فارس مرة ثانية. اهلا بك يا اسامة، وواضح انك زعلان من احمد رزق. ولكن بعيدا عن احمد رزق، اسهل حاجة يا اسامة في الدنيا دي ان انت تكون بطل من ورق، ان انت تتعب وان انت تجتهد وان انت تكون بطل بشهادة الجميع. لما تدخل وتلاقي في حاجة اسمها العلامة التجارية والمسمى التجاري، تدخل تلاقي النادي الاهلي وصفه بين الجميع وصف حقيقي. ولكن اسهل حاجة اي حد في الدنيا ممكن يكون اي حاجة في اللحظة اللي يقرر فيها ان حقيقته تكون مجرد اوهام. النادي الاهلي مش نادي اوهام، النادي الاهلي نادي حقائق من 1907، والنادي الاهلي لا يعرف سوى الحقيقة. النادي الأهلي حط قصاده فكرة النجاح وفكرة احترام الآخر باحترامه لنفسه. احترامه لنفسه ازاي؟ ان تاريخه يكون مبني على حقائق وصفحات من صفحات التاريخ، مش يفط وهمية واحتفالات وهمية. ويظل للنادي الأهلي واقعه وحقيقته، ويظل للبعض أوهامهم ويفطهم. النادي الأهلي العم صابر ولا ابن يوسف. ندخل في عناوين حلقة النهاردة، وعندنا النهاردة كان اجتماع مهم جدا عقده الكابتن محمود الخطيب مع شركة النادي الأهلي للإنشاءات الرياضية. وطبعا الكابتن محمود الخطيب بدأ يناقش الخطة الأولى أو مراحل تنفيذ بدء العمليات اللي تم الاتفاق عليها، وزي ما حضراتكم شايفين ده طبعا اجتماع الكابتن محمود الخطيب، وده طبعا يا فارس كان البدء في تنفيذ المرحلة الأولى وفق الجدول الزمني الذي تم اعتماده. أسامة، النادي الأهلي زي ما بدأنا نقدر نربط حلقتنا، النادي الأهلي نادي واقع ونادي حقائق. الاجتماعات دي هي سلسلة ضمن سلسلة من خطوات النادي الأهلي الجادة والحقيقية. عندنا ثلاث ملفات هامة جدا: شركة الأهلي لكرة القدم، شركة الأهلي للمنشآت الرياضية، والخدمات الرياضية شركة أيضا. كل حد عنده جدول أعمال، كل حد عنده تارجت، كل حد عنده أهداف. الأهداف دي بتاخد النادي الأهلي لمكانة ومنحنى مختلف تماما. زي ما احنا شايفين فعلا النادي الأهلي كل يوم في خطوة جديدة وكل يوم بمجهود جديد. نادي احترافي بمعنى الكلمة، بيسبق الجميع دايما داخل مصر وكمان داخل أفريقيا، وبيحاول يحط أطر مختلفة تماما للتطوير دايما، وده سمة النادي الأهلي أو أهم سمات النادي الأهلي. وطبعا كل التوفيق للنادي الأهلي في تحقيق أهدافه، لأن عندنا كمان ربط بين من شركة المنشآت، كمان عندنا
إعادة تفعيل الصالون الثقافي. الصالون الثقافي ده كان بيميز دايما النادي الأهلي. الكابتن محمود الخطيب طبعا رئيس النادي الأهلي ومجلس الإدارة أعادوا تفعيل أو فعاليات الصالون الثقافي، وكان عندنا طبعا كاتب ومؤلف تم تدشين كتابه وحضر رموز كبيرة جدا. والأهم من كل ده ان احنا عندنا في النادي الاهلي يا فارس زي ما بنهتم بالجوانب الرياضيه صحيحة. ايضا بنهتم بالجوانب الثقافيه، لان في النهايه انت بيهمك في المقام الاول كنادي اهلي هو صناعه انسان صالح متعلم اجتماعي بتقدم نماذج جيده للوطن على ارض الواقع يا احمد. وزي ما بنقول النادي الاهلي واقع تاني. شفنا صوره الكابتن محمود الخطيب والدكتور كمال درويش، قامتين في الرياضه. دكتور كمال درويش بيدي مثال، ده تقدروا تفهموا منه أهداف الصالون الثقافي اللي هي حاجة من الحاجات اللي أنا شخصياً بسعد بيها جداً. النادي الأهلي زين النوادي فعلاً، تحية وجلالاً للنادي الأهلي، لأن النادي الأهلي بيروح في حتة مختلفة. سهل جداً يا أسامة تبقى أنت بتعمل اللي الكل بيعمله، ولكن النادي الأهلي واخد خط لوحده. شفنا شراكة مع الجامعة الأمريكية قريب، شفنا خطوة الاستاد، شفنا الشركات يا أسامة اللي كنا لسه بنتكلم عنها، شفنا الصالون الثقافي. الجمهور يهمه كرة القدم، بس كمان يا جماعة اللي عمل تاريخ النادي الأهلي وعمل التفرد اللي فيه كانت حاجات زي دي يا أسامة. والريادة يا أسامة يا فارس. صحيح. الريادة، النادي الأهلي دايماً بيرسم الطريق والباقي يمشي بعدين، لكن النادي الأهلي مش بيمشي على طرق حد، طبعاً شيء مميز جداً وعجائب القدر. الكابتن أو الكابتن الدكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك يكون موجود داخل النادي الأهلي يوم 9 يوليو. شيء طبعا صدفة وشيء قدري. طبعا الدكتور كمال درويش كان رئيس نادي الزمالك الأسبق عام 2000. دكتور كمال درويش له كل الاحترام مني، شخصية تربوية أنا أعزها كثيرا، وإدى مثال. والنادي الأهلي بيبني، والنادي الأهلي بيعرفنا كلنا أن النادي الأهلي نادي رائد في المنطقة والشرق الأوسط، وفعلا كل خطوه بيعملها النادي الاهلي بنكون فخورين بها. بالتاكيد يا فارس، على العلم الدكتور كمال درويش من انجح الرؤساء اللي قادوا نادي الزمالك لتحقيق البطولات، وكان عصر مزدهر جدا مع الدكتور كمال درويش. ندخل في اخبارنا عن مباراه النادي الاهلي والمقصه. تم تغيير موعد المباراه، كانت المباراه هتتلعب الساعه 5، تم تغيير الموعد او تاخير الموعد ساعتين، فبقت المباراه الساعه 7. نخلص من مباراه الساعه 7 نروح لنهائي اليورو انجلترا وايطاليا. كل الامنيات بالفوز طبعا للنادي الاهلي واستكمال مسيره الدوري. ودي طبعا لقطات من تدريب النهارده، وممكن كمان بيتسو موسيماني يا فارس اعلن قائمه اللاعبين 21 لاعب. في حراسه المرمى الكابتن محمد الشناوي، كان طبعا في اقاويل كتير اتقالت ولكن الكابتن محمد الشناوي موجود في قائمه مباراه المقصه، ومصطفى شوبير وحمزه علاء. في خط الدفاع علي معلول ومحمود وحيد وايمن اشرف وياسر ابراهيم ورامي ربيعه وبدر بنون واكرم توفيق ومحمد هاني. خط الوسط عودة عمرو السولية، اليو ديانج، حمدي فتحي، محمد مجدي قفشه، حسين الشحات وجونيور اجاييه ومحمود كهربا. وفي خط الهجوم محمد شريف ومروان محسن وصلاح محسن. طبعا عندنا غياب طاهر محمد طاهر وبواليا. وولتر بواليا عمل اسيست الماتش اللي فات وكان نازل شكله مش كويس، مش عايز تدور معاه بس ان شاء الله تدور قريب. هو حظه سيء جدا على فكره. بواليا في النهايه من العناصر، انت ما ينفعش تفقد اي عنصر في الفتره دي. اللي سعيد بيه ان داخل النادي كل الكلام ان في جديه رهيبه على اللاعبين. ومباراه المقصه بكره يا اسامه انا بشوفها مباراه مهمه جدا. اكيد مباراه كايزر تشيفز ده الحدث، ده اللحظة اللي هي ختامية في مسيرتك في أفريقيا السنة دي، واللحظة الاستثنائية اللي لازم كلنا منتظرينها. ولكن مباراة المقصة ظروفها مهمة جدا قبل مباراة كايزر تشيفز. المعادلة يا أسامة إزاي تلعب المباراة دي وتحقق فيها الفوز، وإزاي كمان ما تفقدش أي عنصر هام جدا في مباراة كايزر تشيفز. بشوف أن موسيماني في مهمة ومسؤولية صعبة جدا، وهو ان شاء الله ادى هذه المسؤوليه، وباذن الله لاعبي النادي الاهلي ادى هذه المسؤوليه. ولكن بما اننا بنتكلم عن المباريات المحليه، كان عندنا مباراه الاهلي والمقاولين العرب. انا من وجهه نظري كنت بشوفها مباراه شبه بروفا لمباراه كايزر تشيفز، الطريقه الدفاعيه اللي بيلعب بها فريق كايزر تشيفز، وان كان بيتميز انهم عندهم تارجت مان ممتاز بيقدروا يطلعوا عليه بالهجمه بشكل كويس جدا، بيمتازوا في الكرات الثابته، ولكن في النهايه هو محاوله بروفا ان انت تخترق الدفاعات. ولكن وانت بتخترق الدفاعات وبعد ما سجلت الهدف الاول كان في هدف تاني في الدقيقه 90، محمد شريف الراجل اللي لما بيظهر
بيسجل، ممكن يغيب طول فترات المباراة لكن بيظهر في أوقات معينة بيخطف الأضواء. سجل هدف الثاني، فكان في بعض الناس اتكلمت عن فكرة أفشة وهو في احتمالية تسجيل مضمونة، ومحمد شريف هو في احتمالية تسجيل أقل، ولكن احنا كل حاجة لها إيجابياتها وسلبياتها، لكن محمد شريف مهم جدا يكون المهاجم عنده ثقة في نفسه ويكون حاطط احتمالات الكرة المضمونة لزميله زي احتمالات الكرة المضمونة معاه. وكمان نتيجة المباراة لما بيبقى 1-0 يا فارس غير لما بتبقى 0-0 ساعدت محمد شريف ان هو يسجل. فالبعض اتكلم عن أفشة ومحمد شريف وصوروا ان أفشة زعلان، الا ان أفشة نزل ستوري بيتكلم فيه عن محمد شريف. هنروح للستوري وهنقف عند كل مشهد من مشاهد علاقة اللاعبين، زي ما علاقة اللاعبين إنسانية كمان يا أسامة في علاقة إنسانية مهمة جدا، ولقطة كانت هامة جدا النهاردة لمشجع أهلاوي اسمه محمود عبد العاطي. محمود عبد العاطي إيه قصته؟ إيه حكايته؟ حكايته إن هو كان أمنيته يقابل كابتن محمود الخطيب، هي دي اللقطة. وفي النادي الأهلي الحاجات دي وجبر الخواطر ده هو يا أسامة اللي بيبني كل حاجة. بالظبط. جبر الخواطر ده هو السر الرئيسي للنجاحات. أمنية بيحققها كابتن محمود الخطيب، شافه قبله مضاله على التيشيرت، ودايما سلمه درع كمان. بالظبط يا أسامة، ودايما أنت بتوصل رسالة إن رئيس النادي الأهلي اللي جنب مشجع النادي الأهلي، ورسالة أنت قريب من جمهورك قوي، جمهورك حاسس بيك وانت حاسس بيه. دي الجميل. رسالة كابتن محمود الخطيب اللي انا شخصيا فاهمها. الجميل في الموضوع فارس ان دايما تلاقي شباب اعمارهم ما شافتش الكابتن محمود الخطيب في الملاعب، صحيح، ولكن اتربت على حب النادي الاهلي، وطالما اتربت على حب النادي الاهلي فاكيد عرفت يعني ايه اسطوره، يعني ايه اخلاق، لان اهم من فكره كمان ان انت تكون لاعب موهوب زي الكابتن محمود الخطيب، الكابتن محمود الخطيب كمان كان بيضاهي الموهبه دي اخلاق عاليه جدا واخلاقيات عاليه جدا، كان بيقدم رساله وهو لاعب كره قدم، بيقدم رساله وهو مسؤول، فبالتالي حب الجماهير كان شيء طبيعي جدا، والاستجابه كمان من الكابتن محمود الخطيب ده شيء انساني جدا لكل من هو من جماهير النادي الاهلي في محاوله لتوقيع تيشيرت يا بختك يا محمود. انا عايز اقول لك يا اسامه الرساله اللي واصله وظاهره للجميع، احساس الجمهور بكابتن محمود الخطيب في لحظات كبيره جدا، والاحساس المتبادل وقربه من الجمهور، دي رساله يا اسامه هي اللي بتصنع فكره احساس الجمهور ان احنا نادي عندنا ما يميزنا، عندنا شيء فريد، عندنا جمهور بيدي كل مسؤول دفعه ومسؤول حاسس بجمهوره، ولو يقدر يوفر لهم لحظات السعاده دي مش هيتاخر عليهم يا اسامه. بالتاكيد يا فارس. طبعا كنا طبعا قبل الموقف الانساني ده كنا بنتكلم عن الكلام عن أفشة ومحمد شريف، رجعنا لكم تاني بمحمد أفشة ومحمد شريف، قلنا ان محمد شريف كان في فرصه مضمونه لو لعبها الأفشة اللي فتح سبرنت، ولكن محمد شريف زي ما قلت بيظهر فدايما بيخطف الاضواء، سجل هدف، فبعض الناس اتكلمت ان أفشة ممكن يكون زعلان، نزل أفشة ستوري بيتكلم فيه عن محمد شريف وبيوضح مدى العلاقه بين اللاعبين داخل النادي الاهلي، بيقول أفشة الحمد لله على الفوز، توقيت مهم للغايه ووقت صعب، ان شاء الله الاهلي دايما قد الرهان، محمد شريف لاعب رائع ومستقبل هجوم مصر باذن الله، يكون هداف الدوري وهداف مصر، رهان كبير عليه وعلى كل مهاجمين الفريق، نعدي بيهم ان شاء الله التحدي الكبير، مبروك. اعتقد رسائل محمد مجدي أفشة بتكشف لنا عن لاعب باخلاقيات النادي الاهلي. محمد مجدي أفشة بعد كل مباراه بعد كل موقف بتلاقي ليه بصمه اخلاقيه خارج الملعب زي بصماته الكبيره جدا المهاريه داخل الملعب، وده يا فارس سر التألق من جانب اللاعبين ان هم كلهم على قلب رجل واحد. انا بشوف اللقطات اللي زي دي لقطات ذكيه جدا، وهي سنه حميده ان اللاعب يخرج ويصرح حتى لو مش وسائل الاعلام. بصوا احنا في وقت مليون واحد متربص بيك، وفي ناس بتبدا تبني قصص زي ما شفنا لاعبين بيشتبكوا والكلام اللي اتقال ده، وكانت ردود الفعل في الملعب، ابتسامه اللعيبه مع بعض في الملعب. محمد أفشة ذكي لانه ما اداش فرصه لحد يعلق على لقطه او يفسر او يأول. مش بس محمد شريف، ده كتالوج داخل النادي الاهلي، علاقه علي لطفي بمحمد الشناوي مش هنقارن بانديه اخرى وملناش دعوه، ولكن فكره الحراس اللي بيشدوا ازر بعض ده يبين لك ليه علي لطفي لما بينزل بيبقى مستواه،
مميز لانه عارف كويس قوي ان الحارس اللي بره لا عامل حسابه ومقدره نفسيا وفنيا وبيحترمه ومش مستني له غلطه. بس هي اهو انت خدتها من على لساني ومش مستني له غلطه. وبمناسبه الحارس كمان ايمن اشرف وصلاح محسن الشناوي بقى ترند في فكره اضغط اضغط اضغط، وانا بشوف ان دي جزء من مسؤوليه الشناوي. كلنا لازم نضغط، ده بقى شعار الفريق كله، يا ايمن عايز مني ايه اضغط مش انا والله. طبعا صلاح محسن هو البديل السوبر حاليا في الدوري المصري، وكويس روح اللاعبين دي. احنا حبينا بس نقف عند لقطات، ممكن الجمهور يتعامل معايا يا اسامه ان هي لقطات عاديه، بس صدقوني والله غرفه خلع الملابس في النادي الاهلي فيها روح ما كانتش موجوده فيها من سنوات، ومش من الموسم ده، لا من الموسم اللي قبله، واعتقد الرساله واصله. ربنا يكملها معانا على خير ونوصل ان شاء الله لبطوله اخرى من بطولات المخلصين. غاب عمرو السولية عن وسط خط وسط النادي الاهلي، فحسينا قد ايه عمرو السولية لاعب مؤثر، لاعب كبير جدا. احيانا بيتعرض لانتقادات البعض نتيجه للاجهاد الفتره الاخيره، احيانا دور مركز 8 بيبقى دور مش ظاهر في الملعب بشكل كبير جدا في امور الاستخلاص او ما شابه، لان احيانا بيكون عمرو السولية بيوجه التمريره بزوايا معينه، بيغطي منطقه بشكل معين، بيخلي الهجمه تروح لمكان معين، ودي كلها حاجات الارقام ما بتظهرهاش. لكن عمرو السولية كل هجمه للنادي الاهلي بيكون ليه بصمه. دي مباراه الاهلي وسموحه اللي هي قبل مباراه الاهلي والمقاولين، البدايه دايما في الثلاث اهداف الاولى كان عمرو السولية. عمرو السولية هنا بيمرر لطاهر، طاهر بيعمل الوان تو مع شريف، شريف بيسجل الهدف الاول، ده طبعا الوان تو مع طاهر. هنا عمرو السولية بيقطع الكره وبيقلل زمن الهجمه عند فريق سموحه، وبيباصي الاقرب لاعب ليه، وكمان بيدي تعليمات العب لعلي معلول. علي معلول بياخد الكره يعمل اوفر، بيسجل حسين الشحات الهدف الثاني، يا دوب بيسنطروا فريق سموحه، ضغط عمرو السولية واستخلص الكره. وطبعا في الهدف الثالث استخلاص الكره لعب تمريره طوليه راحت بين محمد شريف وحسين الشحات، حصلت ركله جزاء. ليا صديقي مدرب خارج مصر دايما بيقول عمرو السولية هو مسطره نص الملعب، لما تيجي تتكلم عن مركز 8 لاي لاعب داخل مصر قول هو كام من عمرو السولية. وانا بقول ان زي ما في قطع مهمه جدا في الشطرنج ملهاش نسخ ثانيه، هتلاقي الطبيب فيه نسختين، لكن الحصان نسختين، لكن الملك نسخه والوزير نسخه. في تشكيل النادي الاهلي حاليا الملك والوزير هم محمد مجدي قفشه وعمرو السولية فارس. اللي انت بتقوله ده يا اسامه بينعكس فنيا في الملعب في ثلاث لاعبين، بدر بنون، عمرو السولية، قفشه زي ما انت قلته. ليه؟ لان الثلاثه دول اللي عندهم القدره على ضرب الخطوط بتمريره واحده. عمرو السولية زي ما انت وضحت في لقطات كتيره جدا بيكون هو ضابط ايقاع الملعب. في حاجه يا جماعه في الكوره اسمها توب لينكد، اكتر لاعبين بيمرروا لبعض. لما تيجي تدرس هتلاقي عمرو السولية ومحمد قفشه من اكتر اللاعبين داخل النادي الاهلي تبادلا للتمريرات، ده معناه ان البيلد اب بشكل رئيسي قائم عليهم. هتيجي تلاقي ثالثهم هو بدر بنون لما بيكون في الملعب. كرة القدم اصبحت علم، عمرو السولية جزء من تفاصيل علم كرة القدم. نشوفكم بعد الفاصل ومعانا ملفات مهمة جدا، اوعوا تروحوا في اي حتة. نشوفكم بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، واستكمالا لحلقه الاهلي خط احمر، وكنا بنتكلم عن مباراه الاهلي والمقاولين العرب. وطبعا اي مباراه بيفوز فيها الاهلي بيتعادل فيها الاهلي، لا قدر الله بتحصل نتيجه سلبيه للنادي الاهلي، بنلاقي الكابتن رضا عبد العال طالع يتكلم عن بيتسو موسيماني. تقريبا هو واخد خط بيتسو موسيماني من اول تعاقد بيتسو موسيماني حتى هذه اللحظه وسيستمر. الغريب مش في كده، الغريب ان ساعات الكابتن رضا عبد العال بيتهيأ له ان ممكن بيتسو موسيماني يسمعه. هو رضا عبد العال شهرته معانا صديق البرنامج، هو بقى صديق البرنامج بعد ما نشوف الفقره دي، لان الكلام راح في اتجاه تاني خالص يا اسامه، ومحاوله الضغط على بيتسو دايما. وهنا الرساله اللي من الفقره مش كلام كابتن رضا عبد العال، لان مش دي القصه. القصه ان انت كمشاهد للاهلي خط احمر تفتكر الكلام ده،
ان زي ما اسامه قال لكم اللحظه اللي كابتن رضا عبد العال بيستغل فيها غضب الجمهور عشان يبين ان قناعاته كانت صح، وده الفخ اللي بنقع فيه، وده الفخ اللي هنبين الناس من خلال الحلقه ازاي بيمشي. بص، هو بالتاكيد اسهل رهان انا دايما اقولها هو الرهان على اخفاق مدير فني. اسهل رهان، هات افضل مدرب في العالم وراهن عليه ان هو في وقت من الاوقات هيحصل له اخفاق، هيحصل، لكن ان شاء الله يتاخر اخفاق بيتسو موسيماني مع النادي الاهلي، فبيطلع بعد كده اللي كان بيراهن على الاخفاق. شفتوا، مش انا قلت لكم، ولكن الكلام ده بيكون غير موضوعي. ليه غير موضوعي؟ لانه هو بيقيم على حاجه حصلت في المستقبل. خلينا في التقييم على ارض الواقع. فتعالوا نسمع الكابتن رضا عبد العال بعد ما شاف النادي الاهلي بيفوز على المقاولين بينسب الفوز لمين. نشوف الفيديو. من الماتش اللي فات، من ساعه لما احنا طلعت معاك هنا وقلت في على الهوا هنا يا كابتن محمود بعد مباراه بيراميدز، الحق موسيماني. موسيماني في الماتش ده كان بيلعب بطريقه لعب ايه؟ ثلاثه ديفندرات. ماتش سموحه لعب بكام ديفندر؟ فغير طريقه اللعب. اذا ان في حد كلمه، في حد شده وشد اللعيبه، في حد كلمه، في حد شده، والراجل بيسمع وشد اللعيبه. يا كابتن رضا، ما تمشيش معاك ان كل مباراه، كل مباراه بيكون لها ظروفها، وكل فريق بيكون له شغل تشتغل عليه وخطه مناسبه ليه وتكتيك بتلعب بيه من قبل المدير الفني. اعتقد حتى كمان المدير الفني في النادي الاهلي او بيتسو موسيماني لو هيسمع لحد هيسمع للجهاز المعاون، هيسمع للمدرب المساعد، هيسمع لمحلل الاداء، مش هيسمع او هيتشد من بره. يا كابتن رضا، الشده اللي بتيجي من بره بيكون لما في تركيز غايب عن الفريق، فبنحاول نرجع التركيز للفريق. والحقيقه هي معادله صعبه، لما يحقق اداء كويس ونتيجه كويسه شفت سمع الكلام، لكن لو حقق نتيجه سلبيه يا فارس يبقى القصه في خطا عند بيتسو موسيماني. لكن احنا معانا ارقام والارقام واضحه، عشان الناس بتظلم بيتسو موسيماني في مباراه بيراميدز وبتقول ان هو ما اداش اداء كويس برغم ان الحاله اللي معانا بتكشف غير كده خالص. ده الرد بالارقام يا اسامه، ولكن بس في حاجه عايز اكد عليها. كابتن رضا عبد العال لعب في الاهلي بس ما يعرفش يعني ايه اهلي. احنا عمر ما كان عندنا رئيس نادي بيتدخل في عمل المدير الفني، وزي ما اسامه قال فكره التدخل بتكون عامله ازاي وفي ملفات ايه، ولكن مدرب او رئيس نادي هيقول لمدرب يغير طريقه اللعب، اعتقد انه ما تعرفش يعني ايه اهلي ومتاثر بانديه اخرى كنت انت بتتكلم فيها لرؤساء انديه يغيروا. ولكن زي ما اسامه قال لكم الرد بشكل عملي عشان نشوف هل الكلام ده صحيح ولا استغلال للموقف. في مباراة المقاولين النادي الأهلي له أهداف متوقعة، دي مباراة المقاولون، أهداف متوقعة 2.71 يا أسامة، سجلنا منهم هدفين وده رقم مرضي لما لعبنا بطريقة إيه؟ 4-2-3-1. مباراة بيراميدز يختصر فيها النتيجة وكابتن رضا عبد العال يقف عند النتيجة ويصادر على الفكرة من خلال النتيجة ويحاول يفهم الناس ان موسيماني لعب مباراة وحشة. هل انت شفت من ارقام مباراة بيراميدز كده؟ بالتأكيد لا، لان الحقيقة النتيجة للأسف كانت بسبب عدم توفيق وكنت انت مسيطر ومستحوذ تماما، والاهداف المتوقعة بقى في مباراة بيراميدز المفاجأة انها كانت اعلى بكتير من الاهداف المتوقعة في مباراة المقاولين العرب، كانت فوق 4 اهداف. ولكن النادي الاهلي ما كانش حليفه التوفيق، ركلة جزاء بيهدرها علي معلول بتيجي في القائم، كرة لمحمد شريف بتيجي في العارضة، النتيجة بدل ما تكون 4-1 يحصل لنا خطأ في الدقيقة 92 تبقى 2-2. فالكابتن رضا عبد العال يطلع يقيم على أساس النتيجة ويبدأ يدور على سبب للنتيجة اللي وصلنا ليها دي، فيدور على التشكيل اللي لعب بيه بيتسو موسيماني ويقول أصل هو لاعب بثلاثة في خط الوسط، وطبعا ده كلام غير صحيح وغير مدروس. لأنه غير مدروس هنتكلم بشكل عملي. كابتن رضا يبدو ان هو ايه، يعني مفيش ابديت في التحليل، هو عنده اعتقاد ان كل ما انت تلعب بثلاثه فانت كده مجرد بتدافع ودي فكره دفاعيه اكتر. على فكره لا، النادي الاهلي لعب بثلاثه في مباريات تخص سان داونز وقدم اداء مميز جدا ومتوازن جدا. في مباريات لعب فيها 4-2-3-1 وما كانش بنفس الجوده لا الهجوميه ولا الدفاعيه. طيب مباراه الترجي هي الفكرة اللي هنرد بيها على فكرة التلاتة اللي في نص الملعب. كابتن رضا عبد العال تحليله صح ولا كلامه صح؟ هنشوف شاف الأمور إزاي ونرجع نعقب. يا رضا، الراجل كل البطولات اللي داخل فيها شائق. هو في حد؟
هو في فرق اصلا بتيجي يا راجل ده طلائع الجيش. هو مش ذنبه طلائع. لا انت ما بتكلمش على طلائع محظوظ بقى. ده انا بكلمك على افريقيا بقى. ده انا ما بكلمكش على طلائع الجيش. ما افريقيا وقعت بعد كورونا. من بعد كورونا ما فيش الا الاهلي والزمالك. طب انا مقياسي ايه يا كابتن انا كمدير فني اعمل ايه؟ طيب ما انا عندي مثلا لو انت بتقول ان الفرق كلها وحشه انا كمدير فني اعمل يعني مقياسي ايه؟ طيب خلاص ما انا بقول لك بقى انت النهارده كسبان الترجي هناك وتيجي اعمل لي اداء ونتيجه عشان اقول ان انت مدرب. انما ما تبقاش محظوظ تستنى لغايه مع الحكم يطرد لك واحد ويحسب ضربه جزاء وبعد كده تبدا الشوط الثاني تفوق بعد ما يبقى في نقص عددي واللعيبه بتقع بدني بتاعه الترجي. طب اسالك سؤال يا كابتن. طب الكابتن ابو ده متفقين معايا فيها ولا لا ان الترجي اصلا احنا عارفين ان هو هيعمل كده؟ في حد يخوف فيه؟ ما انت لو حد هيخوف فيه وانت قلقان منه العب بالطريقه دي. مفيش غير الهوني ومش فايق. العب بالطريقه دي ما عنديش مشكله عشان يبقى لك العذر. اقول لك ايه؟ لا ده عندهم الهوني، ده عندهم مش عارف البدري، ده عندهم، ونقعد نعد. انما انت اصلا عد غنمك يا جحا، واحده نايمه وواحده متكسحه. يبقى انت فين بقى الخطوره اللي على النادي الاهلي في التسعين ديه؟ بلاش الخطوره اللي في النادي الاهلي عجت على النادي الاهلي لغايه قبل الطرد. الشوطه اللي هي من 40 يارده لو دخلت في الشناوي دي اقسم بالله ما يبقى حارس مرمى مصر الاول. حرفين نظريه نص الكوبايه المليان ونص الكوبايه الفاضي. كابتن رضا عبد العال بيشوف حتى نص الكوبايه المليان فاضي. هي دي مباراه لها ظروفها ادت ان النادي الاهلي اصلا نازل بتشكيل دفع الترجي انه يستنزف نفسه وانت متزن وبتعمل هجمات وبتلعب على كونتر اتاك لان نتيجه الذهاب جيده جدا فتستغل الطرد فتكسب بثلاثيه في نتيجه تاريخيه وتكسب ذهاب وعوده. فكابتن رضا عبد العال يشوف ان ده الظروف والحظ. طيب كمان فكره ان موسيماني بيتقال له الراجل كسبان عامل كل حاجه بطوله وفرق كبيره. طيب ايه المبرر؟ كابتن رضا عبد العال يقول اصل الفرق ضعيفه. لا يا كابتن رضا عبد العال، احنا النادي الاهلي من 2013 ما بياخدش دوري ابطال افريقيا. في مجهود، في لما تطلع الوداد في نص النهائي والترجي في نص النهائي وتكسب سان داونز وكل ده ما ينفعش اتغافله. ولو انا فاكره بالحظ فيبقى ده هاكس. لو انا فاكر ان ده بالحظ يبقى ده هاكس. موسيماني شغال بشكل علمي زي اي مدرب وزي ما شرح لكم الفكره، اكيد هيخفق في بعض الاوقات، ولكن حتى في عز انتصاراته انا بقول كده. اعتقد طريقه التحليل القائمه على اصل ما قابلش فرق الترجي يا اسامه هو اللي اقصى نادي الزمالك رايح جاي كمان في دور المجموعات، فلو انت شايف الترجي ضعيف امال شايف الزمالك ايه؟ بص هو القصه كلها كمان ان احنا نروح نلعب فين؟ كابتن رضا قول لنا كده نروح نلعب فين؟ الدوري الاسباني. نروح نلعب في الدوري الاسباني ولا نلعب في اختار لنا دوري اوروبي كده نلعب فيه. لما افريقيا كلها مستواها بقى ضعيف قبل بعد الكورونا. طب ما الكورونا دي اثرت على افريقيا وما اثرتش على النادي الاهلي بس. شطار. ده حتى لو ده حصل فده شيء يميز النادي الاهلي، لكن الحقيقه حتى النادي الاهلي قبل كورونا كان اطاح بصن داونز بعد الفوز عليه 2-0 هنا في البطوله السابقه والتعادل 1-1 هناك. لكن القصه كلها ان الكابتن رضا عبد العال مش عاوز يغير رايه عن بيتسو موسيماني. كابتن حسام حسن والكابتن ابراهيم حسن كان لهم اراء مغايره في بدايه التعاقد مع بيتسو موسيماني للامانه فعلا. لكن ايه اللي حصل من كابتن حسام صحيح. حسن لما اتسال عن بيتسو موسيماني قال مدرب حقق البطولات دي، دوري الابطال، ماشي في الدوري كويس، حقق السوبر الافريقي، محقق كاس مصر، انت عايز منه ايه تاني؟ ده كابتن حسام حسن. ليه؟ لان هو مدير فني وراجل بيشتغل بجد لما بيكون مدير فني وما بيهبطش بالفرق للدرجه الثانيه. فبالتالي حتى لو كنت مختلف مع المدير الفني في البدايه فانا في النهايه بقدر نجاحات المدير الفني. وده اللي قاله كابتن حسام حسن، انتوا عايزين ايه من بيتسو موسيماني تاني اكتر من الانجازات اللي هو بيحققها؟ طالما بيحقق انجازات اذا المدرب ناجح. النقطه الثانيه، النقطه الثانيه اللي دايما بنتكلم فيها وسنظل نتحدث فيها هي فكره قضيه نادي القرن. بنطالب دايما المسؤولين في نادي الزمالك ان القضيه دي ما تكونش قضيه اعلاميه. يعني ايه؟ يعني انت حاسس ان واقع عليك ضرر، حاسس ان انت تمتلك ملف قوي يمنحك اللقب، مكان الكاف معروف، مكان الفيفا معروف، ومش محتاج اتوبيس لان الامر لو اتوبيس هيعطل. شوف اي وسيله تانية تقدر تتواصل بيها مع الجهات الرسميه دي. لو الكاف ظلمك في موجود الفيفا، واعتقد انت في الفيفا بقى لك تقريبا
مكان كده معروف باسم نادي الزمالك مع الفيفا في القضايا والشكاوى، فتقدر تتقدم بملف قوي للفيفا. والحقيقة من سنتين تقريبا كان الكابتن خالد الغندور أعلن خلاص إن المرة دي الموضوع جدي جدا وهنقدم ملف للفيفا. نطلع نشوف الكابتن خالد الغندور. بشرة كمان الحمد لله قضية الواحد تبناها لمدة سنوات طويلة وهي نادي القرن. خلاص الاتحاد الافريقي وافق على فتح الملف نادي القرن من جديد، والزمالك في طريقه لجمع ملفات مهمة جدا جدا جدا. فأي حد من محبي نادي الزمالك ومن على السوشيال ميديا حابب يتقدم بأي مستندات، نادي الزمالك هتقدم بمستندات قوية جدا، وهيطالب أيضا باجتماع مجلس الإدارة اللي كان قيل في 94 و96 والكلام اللي كان بيقال. المجلس يعني مجلس الإدارة اللي انعقد في ذاك الوقت سنة 94 ولا 96 ومش ورقة من جرنان أو مش مسودة، لا القرار اللي اتخذ فيه تماما موضوع البوينتس والنقاط، هل هو 94 ولا 96 ولا سنة 2000 على المزاج والكيف. عشان كده الملف هيفتح ويفتح بجد المرة دي مش بهزار، يعني هيفتح بجد مش بهزار. ده كان في 2019، والكابتن خالد غندور بيقول لمحبي نادي الزمالك وعلى السوشيال ميديا اللي عنده اي مستند ياريت يقدمه عشان نضيفه للملف، ونحن من هنا نطالب جماهير نادي الزمالك يا جماعة اللي عنده اي مستند ارجوكم روحوا قدموه في ملف نادي القرن اللي الكابتن خالد غندور كان في 2019 بيقول انها بجد. ولكن كابتن خالد غندور مش مسؤول اداري داخل نادي الزمالك، لكن موقع الاهلي دوت كوم كان عامل لنا عداد كده من اول ما طلع رئيس نادي الزمالك الاسبق بفكره ان خلاص هنروح نقدم الملف في ذكرى او في يوم 9/7 اللي هو تاريخ امس، كنا وصلنا ل 420 يوم. ده لما رئيس نادي الزمالك الاسبق قال ان خلاص بنقدم ملف للفيفا. الاهلي دوت كوم طبعا هو اللي عامل العداد ده، بس يا ترى ال 420 يوم دول يا فارس هيكملوا معانا كام يوم كمان؟ هيكملوا الى ابد الدهر، الى يوم يبعثوه. هيكملوا فعلا الى ابد الدهر. ليه؟ لان هي القصه مش في نادي القرن، هي القصه في ادعاء المظلوميه. ولو انا المظلوميه اللي انا عايشها وعمال ارددها بدون اي دليل انتهت، خلاص قضيتي نفسها انتهت. فانا هفضل ادعي المظلوميه، هفضل اقول للناس اني مظلوم، هفضل اعترض بدون اتخاذ اي اجراء حقيقي. ليه؟ لان انت مش صاحب حق، لان انت صاحب ادعاء باطل. وهنا المشكله اللي هنقف عندها، لان كل الناس في الزمالك فاهمه كويس قوي هو ليه مفيش تحرك حقيقي في القضيه دي، عشان القضيه ببساطه ما تخلص. هنطلع ونسمع الفيديو ده استاذ عصام الحسن، وهو عمل في المنظومة الإعلامية لنادي الزمالك، رئيس اللجنة الإعلامية، وأيضا عمل في مجلة نادي الزمالك، وهو شخص ذو حيثية. نسمع تفكير الزملكاوية إزاي في القضية، وليه القضية نامت وما راحتش للفيفا، عشان تفهموا كويس قوي إن إحنا أمام مهزلة رياضية محتاجين نعقب عليها. نشوف الفيديو ونعقب. خدنا خطوة جيدة جدا وممتازة جدا، بس سلاح ذو حدين. لو كسبنا خدنا باور كبير جدا وحاجة ضخمة جدا ولقب تاريخي غير طبيعي، لكن لو خسرنا بنؤكد للمنافس بطولته لنادي القرن، وما بيبقاش عندنا فرصة للكلام. دلوقتي احنا بنتكلم، لما الاهلي يقول لك انا نادي القرن، نقول له لا، احنا نادي القرن والتسعة اكبر من السبعة. لما انت ترجع المحكمة الدولية الرياضية والاتحاد الدولي فيفا وما تحضرش ملف تاخد بيه حقك، يبقى انت ما خدمتش نادي الزمالك، انت كده للاسف خدمت النادي الاهلي. كابتن عصام لا ده خدمته بشكل مرعب. يعني اللي هيحصل بقى لازم ملف قوي. لا غير كده بقى، ده تسعيرته هتزيد. يعني انت ما بتاكد له احقيته، انت رعايته هتزيد، والدنيا معاها هياخدها تجاره بقى، هياخد الحكم ده ويتاجر بيه سنين وسنين وسنين، 100 سنة قدام. ولذلك أنا عمال أحذر مرة واثنين وعشرة ومليون، الملف يا جماعة لازم يبقى على أكمل وجه، لأن طالما أنت خدت قرار اللجوء للفيفا مش ممكن تتراجع فيه.
هو المفاجأة إن مفيش ملف على أكمل وجه أصلا، لأن مفيش أدلة تستند عليها عشان الموضوع يبقى على أكمل وجه. هل هتاخد يافطة تروح بيها؟ أكيد لا. الموضوع يا جماعة هزلي. وفي حاجة بقى مهمة جدا قانونا، الفكرة اللي بتحصل دي إيه؟ أنا أحترم فكرة إن أنت تشوف عندك حق، النادي الأهلي مش طرف فيه، النادي الأهلي مش الكاف، معايير خرجت، تعترض ما تعترضش مش قضيتي، تروح للكاف يحكم لك سواء بان ده حقك او مش ده حقك، وساعتها انا ابقى طرف. ده رقم واحد. طيب ما بتعملش ده وبتعلق يافطة او لافتة مكتوب عليها بالمحسوبية والمجاملات، ده حضرتك قانونا اسمه تشهير. ليه؟ لان انت ما عندكش سند. زي ما واحد تتخانق معاه بدل ما تروح تعمل محضر، ولا ما تروح تاخد اجراءاتك القانونية تطلع تدعي عليه، ده اسمه تشهير. هل النادي الأهلي مطالب؟ وده أسهل حاجة في الدنيا على فكرة، احنا عندنا 5 فروع وعندنا أسوار كتير جدا نقدر نحط عليها لافتات. هل النادي الأهلي ممكن يعمل ده؟ الإجابة وانت مغمض لا، لأن ده أسهل حاجة تتعمل. بس النادي الأهلي عنده مبادئ، عنده أخلاقيات، عنده احترام للمنافس والفكرة الرياضة، ما عندوش لافتة وما عندوش يافطة وما عندوش المسلسل الكوميدي السخيف اللي مستمر واللي كل الناس بتتفرج عليه وساكتة. لو عندك حق روح خده بطريقة قانونية، إنما استمرار المسلسل ده هو إهانة للرياضة المصرية قبل ما يكون انتقاص من النادي الأهلي اللي قدره أكبر من إن حد ينتقص منه. كابتن صالح سليم كان واقف هو كابتن محمود الخطيب بيتزينوا بجايزة حقيقية نفخر بيها إلى الآن، وهو ده المجد الحقيقي مش المجد الزائف أو المصطنع. بص أنا عايز أقول حاجة بس، هي الفكرة كمان إن النادي الأهلي لو علق يفط نادي القرن على اي صور من اسواره فده حقه. النادي الاهلي ما بياخدش حق مش حقه، في النهايه الجهه المنوط بها منح لقب نادي القرن منحته. احنا بنتناول الموضوع ده ليه؟ لان مش كل سنه نيجي نتناول الموضوع اعلاميا وتلاقوا عندنا سكوت، لا هنرد ودايما هنفكركم ان حق النادي الاهلي هو نادي القرن، واللي انتوا بتعملوه باطل تماما بدليل. حتى اليافطه اللي انت علقتها على صور ناديك، لما حطيت اللوجو بتاع الكاف، الكاف بعت لك انذار في ثانيه اتغيرت اليافطه، فبقت يافطه بدون لوجو وبدون حتى مكان موثوق او منوط بيه يمنحك الجائزه. حتى وزاره التموين اللي حضرتك قدمت لها على انك تاخد شعار، حتى هذه اللحظه مفيش اي رد من وزاره التموين، على العلم ان المفترض ان الرد يكون خلال 6 شهور، لكن ده ما حصلش، بقالنا 420 يوم ووزارة التموين لسه ما منحتش نقط نادي القرن لفريق الزمالك. ده موضوع نادي القرن. موضوع تاني، الكابتن خالد الغندور ما بيستناش اي فرصة يكون فيها مدير فني اهلاوي او منتمي للنادي الاهلي او لاعب سابق في النادي الاهلي وهيواجه النادي الاهلي الا لما يبدأ يشكك. الغريب هو بيبدأ يشكك بيقول النهاردة ان هو عمره ما اتكلم عن فكرة التفويت. عملنا حلقات قبل كده وجبنا الكابتن مختار ونتائجه مع النادي الاهلي ونتائج فرق اخرى في موازاة مع نتائج مختار مع النادي الاهلي، وبرضه كان السبب في الكلام عنه الكابتن خالد الغندور بيتكلم عن كابتن عماد النحاس، وان دايما من وجهة نظره ان المدير الفني الاهلاوي لما بيواجه النادي الاهلي بيفتح خطوطه. طب جه كابتن عماد النحاس ما فتحش الخطوط، يعني احمد سامي سموحه فتح الخطوط على حد تعبيرهم فاتغلبوا برغم ان هو فايز علينا 2-1 في الدور الاول. طيب جه الكابتن عماد النحاس عمل اللي انتوا عايزينه وزياده، قفل الخطوط تماما، خلاص ركن الباص ورا وخلاص بيلعب على فكره ان هو يجيب نقطه. يطلع خالد الغندور يقول لك ولا هجمه للمقاولين العرب طوال المباراه. يعني انت لا عاجبك فكره ان لاعب او مدرب يفتح خطوطه او يلعب كرة قدم مفتوحة، ولا عاجبك مدرب ان هو يلعب تقفيل الخطوط تماما ويلعب مفيش الهجمة المرتدة في حالة المتاح ليه. وبالمناسبة في هجمات لفريق المقاولين العرب، الشوط الاول فيه 3 محاولات للمقاولين العرب على مرمى النادي الاهلي. لكن هي القصة ايه؟ انا لازم اشكك، انا لازم اتهم، انا لازم اتكلم عن المديرين الفنيين الاهلاوية ظنا مني ان ممكن المدير الفني الاهلاوي يكون زي مديرين فنيين اخرين. طب ايه هي نتائج عماد النحاس يا فارس مع النادي الاهلي؟ هو قبل ما نروح لنتائج كابتن عماد النحاس، هو كل مره خالد الغندور بيحاول يلعب جيم يعتقد ان هو هيحقق نتائجه منه، وفي كل مره بيفشل وهيفضل كل مره بيفشل.
وانا ما اعرفش هل المقاولين تاثر بالكلام فلعب بشكل مغاير تماما لفلسفه كابتن عماد النحاس، ولكن في رايي كويس النادي الاهلي استفاد، زي ما في قضايا تانية برضو بيسخن اللاعبين في اتجاهات هنفضل نستفيد منها، لان مفيش حيثيه او ذكاء للشخص اللي بيتكلم كابتن عماد النحاس. انت هتربط النتائج بمفهوم، هنطبق المفهوم على حاجات تانية. لو انت شايف المفهوم ده تفويت طبقه على الكل، لو مش شايفه تفويت ما تطبقوش على الكل، لان احنا شايفين ان محدش بيفوت. كابتن عماد النحاس واجه النادي الاهلي في 12 مباراه، انت شايف انا في 12 مباراه هزيمه 10 تعادل مباراه فوز واحد، ده كابتن عماد النحاس امام النادي الاهلي. انت بتستدل ده على ايه؟ ده النادي الاهلي. بتشوف ان الرقم ده غريب؟ هنعرفك انه مش غريب كمان شويه. بص، هي المشكله فعلا ان البعض بيتوسم في انديه اخرى في وسط الجدول ليها كل تقدير واحترام، اللي هم مش قادرين اساسا يعملوه مع النادي الاهلي. يعني انت قبل ما تيجي تلوم مدير فني بيقود فريق في وسط الجدول ونتائجه امام النادي الاهلي، طب ما تشوف نتائج الزمالك نفسها امام الاهلي. لكن انت خدت النتائج معيار، فحابين نقول لك ان برضو الكابتن عبد الحميد بسيوني مدير فني طلائع الجيش، لاعب سابق في النادي الزمالك والاسماعيلي، واجه النادي الزمالك 10 مواجهات، ال10 مواجهات انتهوا بالخساره. هل هنا نقدر نطلع نقول الكلام اللي انت بتقوله عن المدير الفنيين للنادي الاهلي اطلاقا؟ لان في النهايه احنا هنا بيكون في منطق للاشياء، واي حاجه تخص شيء زي ده او عدم الاجتهاد في المباريات ما بناخدوش غير من تصريحات موثقه من ناس شاهدين على العصر. اما اللي نقدر نقوله في واقعة الكابتن عبد الحميد بسيوني والعشر مباريات اللي انتهوا بهزائم، لان الكابتن عبد الحميد بسيوني بيواجه نادي الزمالك، وبالتاكيد نادي الزمالك بيمتلك من الامكانيات والقدرات اللي تؤهله للفوز على فريق يقوده الكابتن عبد الحميد بسيوني مع احترامنا الكامل ليه. ولكن لو معيار النتائج فديك شايف معيار النتائج على الاقل الكابتن عماد النحاس قدر يحقق فوز على النادي الاهلي. وانا احيانا يا اسامه كنت بشوف النتائج دي غريبه، ان يعني مفيش مره قدره على تحقيق الفوز، فانت محتاج تغير تكتيكاتك. ولكن الفكره ان انت وصف بعض كمان القنوات، هنا مش بقف عند خالد الغندور بس، وصف بعض القنوات لكابتن عماد النحاس بالتواطؤ اعتقد بقى لازم وقفه، وكابتن عماد النحاس مطالب انه يتحرك قانونيا تجاه هؤلاء الاشخاص اللي تعودوا الاساءه للجميع. ولكن طيب كابتن عماد النحاس دي مبارياته، طيب تعالوا نشوف اخر 12 مباراه بين الاهلي والزمالك، هل الفرق كبير؟ نادي الزمالك بكل اللي بيصرفه بلاعبيه، بان ده القطب الثاني على حد وصفكم، 7 فوز للاهلي، 3 تعادل، 2 هزيمه. اعتقد ما فرقش عن كابتن عماد النحاس كتير، هو مش تفويت بس دي حدودك مع النادي الاهلي، حدودك الفنيه مع النادي الاهلي. النادي الاهلي في حته مختلفه فنيا ورقميا، ويمكن ده مش في احسن فتراتنا وفي احسن حالاتنا، لان احيانا بتبقى النتائج دي اقصى كمان بكتير. انت بتقول هو مش تفويت، بس انا عايز اقول هو لو تفويت عند عماد النحاس يبقى نادي الزمالك اكتر فريق فوت للنادي الاهلي، لو هو ده المصطلح اللي انت شايفه من خلال النتائج، لان التفوق اللي حصل اخر 12 مباراه حصل في فترات اخرى، وتحديدا من 4/11/2004 وحتى 14 مارس 2018. نفس ارقام كابتن عماد النحاس، 12 مباراه قدر النادي الاهلي يحقق الفوز في 10 مباريات، قدر نادي الزمالك يفوز مره واحده ويتعادل مره واحده. دي ارقام الكابتن عماد النحاس بالظبط مع فريق المقاولين، وال 12 مباراه اللي من 2004 ل 2008 ارقام مدربين كتير مروا على نادي الزمالك كانت العاقبه دايما او دايما صخره احلامهم او جواب اقالتهم بيكون بيد فريق النادي الاهلي تحت قياده مانو جوزيه. أسامة أنت ما حبيتش تفكر بحاجة، بس أنا لازم نفكر بيها، معلش أنت كنت رحيم شوية. حتى المباراة اللي ضمن ال 12 دي كان الأهلي حسم الدوري وبيلعب بالبدلاء، وقدر نادي الزمالك يكسب في مباراة كانت بالنسبة للنادي الأهلي ترفيهية، يمكن حتى ده ما تحققش الكابتن عماد النحاس إن ياخد فرصة زي دي، فيمكن أنت كان عندك فرصة إن يديك فوز، ما قدرش كابتن عماد النحاس ياخد نفس الفرصة. صدقني هو ده أقصى قدرتك قدام النادي الأهلي مهما حاولت تهرب من ده، فاللي بتقيسه على أي حد
قيسوا على نفسك الأول. نطلع لفاصل والحلقة لن تقل سخونتها، بنوعدكم بده بعد الفاصل، منتظرينكم. اهلا بيكم من جديد، رجعنا لكم. سيب كل بقى اللي في ايدك عشان دي فقره للتاريخ، هوايه التوثيق يوثقوا معانا. يمكن قبل الفاصل كان فارس بيقول جمله، انا بشوف ان مفيش حد بيتكاسل في المباريات، قلت له انا مختلف معاك. وقبل ما هو كان يقول كده قلت دايما بتكلم من خلال التصريحات. يعني ايه؟ يعني في حد بيوضح او بيعترف او بيقر بواقع انا هنا ما اقدرش اتجاهلها. ولكن خلونا الأول نروح للكابتن جمال عبد الحميد وهو بينصح الآخرين في مسألة التكاسل أو بين قوسين اللي بيتقال عليه تفويت مباريات. نشوف الكابتن جمال عبد الحميد ونرجع نعقب. إن لازم الأهلي والزمالك يلعبوا آخر مباراة، ما يلعبوش من أول الجدول. تمام. لازم يتحطوا على رأس المجموعة يا مهيب. بالظبط. دلوقتي الفرق بتتهم إنها بتسيب. خلي بالك أنت لازم تتبنى دي يا مهيب. لازم اتحاد الكورة الاهلي والزمالك على راس القائمه، يلعب اخر الدور الاول واخر الدور عشان الفرق ما تتهمش ان كل فرقه محترمه، انما في ناس بتستضيف المال عكره بتتهم الفرق انها بتسيب. عجبني جدا الكابتن جمال عبد الحميد وهو عاوز مباريات الاهلي والزمالك تكون اخر مباريات في الدور الاول والدور الثاني، عشان في ناس بتصطاد في المايه العكره وبتبدا تتهم انديه، وكل الانديه محترمه. احنا بنؤيد كلام الكابتن جمال عبد الحميد، فعلا كلام محترم جدا. بس مين الناس اللي بتصطاد في الملعب؟ لا يا رساله، انا متفق معاك، رساله قويه، بنحيي كابتن جمال عبد الحميد عليها، ودرس اخلاقي للبعض اللي بيحاول يتهم ان في تفويت. فعلا كابتن جمال عبد الحميد بنشكرك، بس كابتن جمال عبد الحميد للاسف هنجيب له نموذج ما بيشوفش الامور بعينه، ما بيشوفش زيه ان الفرق بتعمل اقصى ما عليها. وشكرا كابتن جمال عبد الحميد عشان يوجه رسالة لكابتن جمال عبد الحميد. اتنين، شوفوا الفيديو وحاولوا تمسكوا نفسكم. سموحة بيفتح أبوابه على أربعة. لا مفيش حد يعمل كده يا كابتن. مش هو اللي بيفتح بقى يعني. مغلوب أربعة عادي جدا جدا. والنهارده المقاولين مغلوب اتنين عادي جدا جدا، والناس تقول احنا عملنا ماتش عالمي وصلنا النادي الأهلي، والمقص قال لك احنا نخاف على رجول النادي الاهلي، فواضح ان مفيش تكافؤ فرص. يعني هم دلوقتي الفرق ما شاء الله اللي بتلعب الاهلي كلها مبسوطه انها بتتغلب، مبسوطه جدا، وبيطلعوا يقول لك احنا عملنا مباراه جميله واحنا قفلنا واحنا كنا مش عارف ايه. ده يا عم انت مغلوب، ايه مباراه جميله وانت مغلوب؟ يعني كابتن جمال عبد الحميد انا شايف ان ده شيطان ودخل ما بين حضرتك وكابتن جمال عبد الحميد، ومحتاجين تقعدوا مع بعض وتتصافوا، لان ما ينفعش حد بيكيل الاتهامات وحد بيرد عليه في الاتهامات. يا جماعه انتوا في النهايه واحد، يعني ما ينفعش يحصل منكم كده. الكابتن جمال عبد الحميد الحقيقه يعني في الوقت بنفس القميص بنفس الحلقه في نفس الوقت كان بيتكلم في حاجه ورجع عكسها تماما. والحقيقه انا هنا باخد الامر بقى الكابتن جمال عبد الحميد والجماهير النادي الاهلي تحديدا، انتوا متخيلين في حلقه مدتها او كان ضيف في حلقه مدتها حوالي نص ساعه او ساعه يقول تصريحين زي دول في نفس الحلقه ان الانديه كلها محترمه ويجي بعدها يقول الفرق بتتغلب قدام النادي الاهلي وهي مبسوطه؟ فتخيلوا بقى لما يجي يتكلم عن حاجه في موسم 81 82، بالمناسبه رواها باكتر من روايه، وفي النهايه الكابتن جمال عبد الحميد امام حضراتكم، فما تاخدوش كلام الكابتن جمال عبد الحميد بمحمل الجديه، خلونا ناخده كده واحنا هادين. دي طبعا رساله الكابتن جمال عبد الحميد اللي خلتنا نفتح ملف المباريات اللي عليها اعترافات وعليها تصريحات مهمه جدا وكبيره جدا. وبما انهم بيتكلموا عن كابتن عماد النحاس وتاريخ النادي الاهلي، التاريخ كله معروف للجميع، فحبينا نلقي بقى الضوء على تاريخ المباريات اللي بيحصل فيها ازمات وبيحصل فيها حلوين مع بعض. اهم التصريحات دي او التصريح الترند حاليا، يمكن قالوا السنة اللي فاتت ورجع قرروا السنة دي، الكابتن محمود أبو الدهب ناشئ نادي الزمالك ولاعب النادي الأهلي، طلع بتصريح مهم جدا حابين نسمعه ونرجع نعقب. إن يقول لأخوك سيب الماتش. بس أنا استحالة إن هو مصطفى كان يعمل كده. قلت لهم أنا ما أقدرش أقول له حاجة زي كده. ممكن أنا قلتها له، قال لي طب أنت أمحي تاريخي ده كله. أنت مش سيب بمعنى سيب.
يعني ما انتوا يعني مش محتاجين المباراه في حاجه، ما انتوش عايزين المباراه. بعد الجون الثاني بتاع مشاي رحت راكب تاكسي ورايح الاستاد، قابلت الكابتن جمال عبد الحميد فقال لي كلمه كده حاجه، يعني انا داخل عادي انا ناشئ في نادي الزمالك حتى داخل على وقت اللبس بتاع اللعيبه زعلان، انا بكلمك بامان. ففوجئت لقيت الكابتن جمال عبد الحميد بيقول لي قول لاخوك مبروك عليك الدوري، بس يعني خسرتونا الدوري. وكابتن ابو رجيله قال للعيبه النادي المصري قال لهم مبروك عليكم. طب المدرب اللي كان طلب منك وقتها انك تتوسط او تروح تكلم مصطفى تاني، قال لك ايه بعد الماتش؟ مشيت من الزمالك. مشيت من الزمالك بسبب الموقف ده. انا والله مشيت من الزمالك وما اتمرنتش مع الفريق الاول تاني، وده كانت اسعد خبر سمعته في حياتي. يعني هما مشوك في الزمالك ما اتمرناش تاني علشان الواقعه دي؟ عشان المصري رفض او مصطفى؟ طب انا اقول لك على حاجه بس عشان انا الكلام يا اسلام، انا حتى كنت واخد التذكره بتاعت السوبر جيت اتخصمت مني. يعني حتى حق التذكره بتاعت السوبر جيت ما سبتوهاش للكابتن محمود ابو الدهب كمحاوله ان هو حاول يكلم الكابتن مصطفى اخوه؟ طب حق التذكره والله دي اللي وجعتني الكابتن، وده اللي انا علقت عليه في الحوار، لان التذكره دي موضوع صعب جدا، سيبوا له حق التذكره بتاعت السوبر جيت. والحقيقه الواقعه دي كانت بتتكلم في الدوري اللي لعب فيه النادي الاهلي مع النادي الاسماعيلي مباراه فاصله، وكان المفترض لو نادي الزمالك حقق الفوز على المصري يكون هو الاقرب لتحقيق الدوري. والكابتن محمود عبد ابو الدهب بيتكلم بشكل واضح جدا ان هو هيكلم اخوه مصطفى ابو الدهب وهو كان في قطاع الناشئين. بس المفارقه الغريبه، واحنا كنا بنتكلم لسه على الكابتن جمال عبد الحميد، ان الكابتن جمال عبد الحميد قابله زعلان جدا ان فريق المصري فاز، فبيقول له قول لاخوك مبروك على الدوري، في طبعا جمله فيها استهجان على فريق المصري اللي بيلعب قدامه الزمالك وهو مش محتاج اي حاجه من الدوري. قصه بقى مشيان الكابتن محمود ابو الدهب من عدمه مش دي قصتنا، احنا قصتنا هل الواقعه دي حصلت بالفعل ولا الكابتن محمود ابو الدهب بيقول كلام مرسل بغض النظر عن تذكرة السوبر جيت. في 2 3 4 ممكن يعتقدوا ان الواقعة دي مرسلة، بس للأسف مش مرسلة. حتى الاتنين تلاتة اربعة دول مفترض يعرفوا ان في واقعة اتحكت هي كارثية عن طلب تفويت مباراة موثق، يعني فعلا فيديو للتاريخ. ازاي نتأكد ان الواقعة كارثية والواقع فعلا حصلت؟ كابتن عفت نصار، وده واحد عمره ما هيقول عن الزمالك حاجة سيئة، ده هو بيعترف بواقعة. وفي لحظة كده كانت على طريقة فيلم الكتكات خرج فيها كل الكلام. نشوف الفيديو. احنا خسرنا الماتش ده عشان مجلس الإدارة هو اللي خسرنا. يعني مجلس الإدارة كان عندنا ماتش الأهلي وبعد الأهلي في القناة. احنا لو كسبنا ماتش المصري ده واتغلبنا من الاهلي هناخد الدوري برضه، لان كنا فرق. خلاص انت فرقت. والمجلس خسركم ليه بقى؟ جم قالوا خلاص هم عملوا اتفاق مع المصري ان هم يلعبوا المباراه دي خلاص محبه، محدش يتعور، محدش يدخل جامد، يعني حلوين مع بعض. يعني بس ففوجئنا طبعا شوطه من شايب الياسمين. يعني ده السبب يعني انا برضه بشوف مجلس الاداره احنا عملنا انا برضه مجلس الاداره الكلام ده اللي حصل. انت كابتن الزمالك بيتكلم الراجل شاهد على العصر. كابتن مصطفى عارف الكلام دوت بس هو عارف. يعني حتى الجماهير كانت بتقول كده. احنا ما فوقناش الا لما شاطت الكوره بتاعت كابتن مصطفى جت جون. فوقنا جالنا بنالتي فده بره الاتفاق. بره الاتفاق. قول يا كابتن عفت وسمعني كلامك حلو ومتعني. قول يا كابتن عفت، قول الله يكرمك. الواقعة مثبتة ونفس الأحداث ونفس التفاصيل، بس في كلمة خطيرة جدا. كابتن أبو الدهب وهو بيحكي ممكن تعتقد لاعب كلم لاعب وجاء أسامة وقف عند حتة بتاعت كابتن جمال عبد الحميد، فممكن تفهم إن الموضوع حصل في إطار لاعبين بعيدا عن مجالس الإدارات. إذا بكابتن عفت نصار يأتي بالقضية ممكن. ويقول مجلس الإدارة اللي جالنا وقال لنا كذا، الواقعة في أرشيف التاريخ، أوعى تكون ما بتسجلش اللي بيتقال دلوقتي. زي ما قلنا لكم إحنا دايما بنتكلم بتصريحات. عندنا هنا كابتن محمود أبو الدهب حكى الواقعة، كابتن عفت نصار أكد الواقعة. والحقيقة الفترة دي كان فترة وقائع كتيرة جدا جدا، وتذكروا بلدية المحلة، بس لسه ما طلعش حد يطلع يقول
ايه اللي حصل بين شوطين في مباراه بلديه المحله اللي تحولت النتيجه من 2-1 ل 5-2. ده 92، عندنا زمن اخر والزمن الحالي، والكابتن وائل الاباني اللي اعتاد ان هو يكون ضيف مع الكابتن خالد الغندور، ولكن الكابتن وائل الاباني مختلف على طول الخط مع الكابتن خالد الغندور لدرجه ان هو قال له انت السبب في ان نادي الزمالك بيخسر بطولات، ولكن المره دي كان في نقاش من نوع اخر بعيدا عن خساره النقاط. تعالوا نشوف الكابتن وائل الاباني والكابتن خالد الغندور في فيديو عن فكره لما رئيس نادي يكون منتمي لنادي اخر او مدير فني منتمي لنادي اخر. نشوف الفيديو. انا شايف من وجهه نظري غلط ان مدير فني بيلعب في الدوري يتمنى فوز اي فريق او يجاوب على الفوز على السؤال، حتى لو كان زملكاوي او اهلاوي. انا شايف كده، شايف مثلا هقول لك حاجه، شايف مثلا ان ما ينفعش مثلا رئيس نادي يطلع يقول انا اهلاوي او زملكاوي وهو رئيس نادي الفرقه بتلعب في الدوري مثلا. انا ده المنطق، العقل بيقول كده، يعني ده المنطق والعقل بيقول كده. احنا في تنافس، هل ممكن تلاقي مثلا رئيس الارسنال بيقول لك انا بشجع ليفربول؟ والله بص، هل مدير فني مثلا لاستون فيلا بيقول لك انا السنه دي نفسي مانشستر سيتي ولا اخد دوري؟ ما يشجع، ايه المشكله برضه؟ بس هو ايه، هو هيخسر يعني؟ مش هيخسر يا جماعه. بص، اصل الانتماء واضح، السؤال من عدمه مش هيغير حاجه. كابتن وائل الاباني تقريبا بقى بيحرج خالد الغندور في كل استضافه بتحصل ليه، والحقيقه خالد الغندور اللي بيقول انا عمري ما اتكلمت عن تفويت كان السؤال واضح مغزاه تماما، مباراة المقاولين العرب والكابتن عماد النحاس المنتمي للنادي الاهلي، بس هو مشكلته ما توقفش عند فكرة ان هل ينفع مدير فني يقول انا بشجع نادي كذا، هل ينفع مدير فني يقول انا بشجع نادي كذا. الغريب ان في مديرين فنيين يا كابتن خالد راحوا عملوا اغاني قبل ما يلعبوا فريق نادي الزمالك احتفالا بالدوري، رغم ان هو لو حقق نتيجة ايجابية للنادي ده في مواجهة نادي الزمالك الزمالك مش هياخد دوري، لكن عادي جدا بالنسبه لك. لكن الاهم في الموضوع انك وسعت الدايره ورحت لرئيس نادي او مسؤولين في انديه، فنشوف الحكايه. بص، دي وجهه نظرك وممكن انت عندك وجهه نظر مختلفه، ولكن في قناه الزمالك الناس شايفه ان ما ينفعش انت كرئيس نادي او مسؤول تعلن انك بتشجع فريق ولا بتتمنى فوز فريق بالدوري. ارجوك يا احمد تحترم فلسفة الناس وسياستها وما نتدخلش في حاجة مختلفة الناس لها وجهة نظرها. وعشان كده نحب نشوف الفيديو بتاع أستاذ بكر سليم على قناة الزمالك واللي هو مسؤول في نادي المقصة، وهو بيتمنى على قناة نادي الزمالك فوز نادي الزمالك بالدوري. أيوة، في نفس القناة. نطلع ونشوف الفيديو. أنت شايف سباق الدوري السنة دي صعب جدا، مين إن شاء الله يكون بطل الدوري؟ ان شاء الله الزمالك بدون كلام يعني، بس لو استمروا على كده لو الهدوء فضل ماشي كده يبقى باذن الله الزمالك بطل الدوري. يا جماعه اصل الارشيف موجود واحنا ما بنتعبش والله، يعني يبقى في قليل من الاتساق مع الذات، او كنت بعد الحلقه دي تطلع وتقول لا انا لا اقبل هذه السياسه الاعلاميه. والله انا بتكلم في ايه بس؟ انت مش واخد بالك، هو كان المفترض يسال الكابتن عبد الواحد السيد او يتفرج على الكابتن عبد الواحد السيد عشان يعرف ضيوف الكابتن عبد الواحد السيد والكلام اللي بيقوله ضيوف الكابتن عبد الواحد السيد. وهنا مش هنقول بقى الزمالك والمقصه والنتائج اللي انتهت اليها مباراه الزمالك والمقصه زي ما انتم بتقولوا، احنا هنا بنقول انت سالت سؤال، ينفع رئيس نادي يعلن انتمائه او مسؤول في نادي لنادي اخر؟ طلع في نفس القناه التوجه واضح جدا، فوز نادي الزمالك بالدوري. دي طبعا حاجات حصلت في هذه الاثناء، لكن احنا عايزين بقى نوثق العلاقه في المباريات اللي حصل فيها بعض، نقول ايه، التكاسل، نمشيها التكاسل، مفيش جديه في اداء المباريات. وهتلاحظ خط غريب جدا، لو بدانا بعض المباريات دي من سنه 1929 هتلاقي كان الزمالك والترسانه في مباراة في دوري القاهرة، حصل اتفاق موجود وموثق في جريدة المصور عشان يطيحوا بالنادي الأهلي خارج بطولة دوري القاهرة، وفريق الترسانة لعب حلوين مع بعض مع نادي الزمالك 2-1. في 1961 سبحان الله نفس الزمالك والترسانة ولكن في خدمة نادي آخر فريق غزل المحلة، وتم
اكتشاف الواقع وتم عقوبة 6 لاعبين بالشطب وتم هبوط غزل المحلة للدرجة الثانية. لكن دخلنا في تاريخ مباريات أخرى بقى طرفها مش الزمالك والترسانة، طرفها الزمالك والإسماعيلي بتعقيب مين؟ بتعقيب الكابتن خالد الغندور نفسه. فنطلع نشوف الفيديو. اللي احنا شفناه امبارح من وجهة نظري كان هناك تخاذل من لاعبي نادي الزمالك، كان مفيش روح في الملعب، مفيش رجولة في الملعب، اللاعب بيخش فيه جون وعادي جدا كأن الموضوع مش فارقه معاه، اللاعب بيخش فيه هدف ويعني فيه ابتسامة بسيطة، الناس اللي بتتفرج تقول ان الزمالك عايز الاسماعيلي يكسب، الناس اللي بتتفرج تقول ان الزمالك عاوز الاسماعيلي يكسب. وانت ما كنتش عارف ان الزمالك عاوز الاسماعيلي يكسب في المباراة الرومانسية. الغريب ان المباراة دي كانت في موسم 2008-2009 اللي الكابتن خالد الغندور دايما يتكلم عن الموسم ده ومش شايف منه غير زقت ابو تريكا وهدف في طلائع الجيش برغم النتيجه انتهت 3-1 وبرغم ان المباراه دي فيها ركله جزاء لجيلبرتو وبرغم استفادات تحكيميه لنادي الاسماعيلي، وحتى لو في اخطاء تحكيميه بالتاكيد هي اقل وطأة من فكره المباريات الرومانسيه. يا كابتن خالد، احنا عندنا كان كمان بجانب المباريات الرومانسيه كان عندنا في هذا الموسم حكم رومانسي محب للنادي الاسماعيلي اكيد كلكم فاكرينه، اذا السيد فتحي، السيد فتحي طبعا، واللي اعترف وجاء بعد كده تحول الى مشجع درجه ثالثه، واه لو كان ده حصل في النادي الاهلي، ولكن شهاده خالد الغندور ما كانتش استثناء، كمان كابتن حازم امام كان له شهاده مهمه جدا عن نفس الموضوع وتبرير يبدو لك ان هو محاوله خروج من الموقف وان كان يظل غير مقبول. نشوف الفيديو. مليون في المية مفيش مدرب هيقول لعيبة ما تلعبش كويس طبعا، وانا اعرف والله يعني اعرف ان اللعيبة كلها نازلة الماتش، احنا يا جماعة مش مفيش موضوع النسيب والكلام الفارغ ده طبعا، لكن انا هقول لك حاجة شو يعني حاجة جمهور الزمالك، يعني غصب عنك انت كواحد بني ادم مش هتبقى عايز واحد بينافسك هياخد دوري، ده شعور اللعيبة ممكن، فمش هتلاقي نفسك بتموت نفسك، هتلعب لكن مش هتقتل نفسك، لكن مش انا شايف ان اللعيبه مش يعني ايه الدافع بالنسبه لها، يقول لك الضمير، اه الضمير وكل حاجه، لكن ايه الدافع الحقيقي بجد كلاعب ان انا هموت نفسي عشان الاهلي ياخد، انا بتكلم بصراحه على فكره مش صح. لازم اقعد انمق لكن ايه اللي يخليني انا اموت نفسي عشان المنافس اللي انا بيني وبينه بعد طول عمري اغيظ واحد صاحبي انت خدت كام بطوله، ايه اللي يخليني اموت نفسي عشان هو اللي ياخد الدوري. طيب خد الفكره اللي قالها كابتن حازم امام واسقطها على موقف المولوديه ونادي الترجي، لو ده المبدأ طب انتوا كنتوا زعلانين ليه؟ ايه الدافع وليه موت نفسي وليه ساعد منافس انا شايفه قوي او مؤثر؟ خد ده واسقطه على موقف المولودية والترجي، هتشوف ان دايما طول الاوقات المنطق فيه اختلاف وتدرج، هو مش عشان كابتن حازم، هو عشان الفكرة نفسها كانت بتقول ان هي عادي، فكرة مباراة قد تحسم انا بقول اموت نفسي ليه، وبتزعلوا لما كابتن سيد عبد الحفيظ يقول لكم مباراة بيراميدز، لا مباراة بيراميدز ولا الفرق كبير. كنا مع الزمالك والترسانة وبدأنا في الزمالك والإسماعيلي، طبعا هبوط الترسانة خلاه يخرج بره القصة إلى حد بعيد، فطبعا عندنا فيديوهات أخرى عن المباريات الحبية بين نادي الزمالك والإسماعيلي، وعندنا شاهد دايما بالتصريحات دي لاعب من أحد هؤلاء أو هذه الفرق وأحد هؤلاء النجوم الكابتن أسامة خليل نجم نادي الإسماعيلي في السبعينيات وبيحكي واقعة غريبة جدا. نطلع نشوف الفيديو. كابتن أسامة، أعرف تماما أن في أحد المواسم ساهمت في فوز الإسماعيلي على النادي الأهلي، لكن في نفس الموسم كان الإسماعيلي مع الزمالك والمباراة انتهت لصالح الزمالك 2-0 في الإسماعيلية. أيوة. حسمت البطولة، سبت المباراة بين الشوطين ومشيت. حصل والله ما شاء الله ذاكرتك قوية. برافو. المباراة دي كانت المباراة النهائية في الدوري، أتذكر 77 تقريبا. نعم. أو 76. وأنا كنت أطمع في الحصول على هداف الدوري المصري، وكان نادي الإسماعيلي بعيد عن المنافسة، ولكن المنافسة كانت بين الأهلي والزمالك على من يفوز بالمباراة اللي سموه الهدف الاعتباري. مظبوط. كويس. حقيقة في اليوم ده كانت مباراة غريبة الأطوار. أولا ما تفهمش من لحظة نزولنا في الملعب والجماهير، وأنا بقول الكلام ده حقيقة بعد مثلا حوالي 20 سنة من يعني الجماهير بتقول زمالك زمالك، ولقيت المباراة ماشية غصب عننا تبعا لما يراه الجمهور خلاص. فأنا بينه استأت جدا،
الكابتن اسامه خليل ساب المباراه بين الشوطين، والواقعه دي كانت في موسم 77 78 اللي فاز فيه نادي الزمالك بالدوري بالهدف الاعتباري. لو كان في جديه في المباراه خلت الكابتن اسامه خليل يكمل المباراه كان زمان النادي الاهلي هو بطل دوري 77 78. لما بنتكلم بنتكلم بتصريحات مثبته على لسان ناس عاشت التجربه. الحاقه لاحمد في نفس اللحظه في نفس اليوم كان النادي الاهلي بيتلغي له هدف صحيح في مباراه المحله، عشان كمان كان سهل جدا نرسخ ان دي مظلوميه نفضل عايشين عليها، ولكن كابتن اسامه خليل ما كانش استثناء او برضه ما كانتش مجرد شهاده عابره. كابتن سيد بازوكا وهو رمز من رموز النادي الاسماعيلي حكى نفس الموسم ونفس الواقعه بنفس الاحداث عشان تتاكدوا ان التاريخ لا ينسى. نطلع ونشوف الفيديو. عمل لك ماتش تاني؟ عملنا ماتش تاني، عملنا التذكره شامله للاستاد برضه مع نادي الزمالك. كان نادي الزمالك لما جه اكرمنا في الماتشين احنا جاملناه في بطوله الدوري بتاع جاملتوه جاملناه طبعا ما حدش يقول كده جاملناه يعني 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 ما بحبش ادخل في لا يعني مش جاملناه يعني ما كانش فيه لدرجه ان مدير الامن انا قاعد جنب مدير الامن فلا اليوفت مبروك يا زمالك قبل الماتش يا زمالك قبل الماتش فقال لك كابتن سيد قال لك كابتن سيد الجماهير عاوزه ايه؟ الجماهير عامله كده ليه؟ قلت له ان الزمالك استضافونا ويعني في يعني في صداقه زياده عن اللزوم راح بايسني لا عايز يخلص ما عندوش ملل خلاص ما عندوش مشكله خلاص ما عندوش مشكله. حضرتك كنت لسه بتلعب؟ لا كابتن كنت بطلت لا بطلت انت بطلت سنه كام يا كابتن؟ 77 78 ده الكلام ده الدوري بتاع 77 78 تمام. انا بطلت من هنا وعملوا الالوان من هنا والله. لو هتعتقد للحظة ان شهادة كابتن أسامة خليل وشهادة كابتن سيد بازوكا فيها قليل من عدم المنطق او اللي ما حصلش، تأكد ان ده حصل، لان بعد المباراة في تصريحات رئيس نادي الزمالك حلمي زمورة لجريدة الاهرام اتكلم عن استقبال نادي الزمالك بالهتافات لصالح الفريق بالتتويج في الدوري. تخيلوا اجواء المباراة كانت عاملة ازاي، ازاي الزمالك كان ممكن يفقد الدوري ده. ده لو مباراة واحدة. كابتن سيد بازوكا له تصريح قبل كده برضه شهير قال لو جاملونا مرة احنا جاملناهم مرتين، فطبعا دي كانت واحدة من المجاملات. وزي ما قلنا في البداية من 1929 زمالك وترسانة ثم أصبح زمالك وإسماعيلي رحنا لطرف آخر، وكل ما بنتكلم في تصريحات فيها عدم اجتهاد وعدم جدية بنلاقي الزمالك طرف في كل تصريح او كل وقعه من وقائع عدم الجديه. المره دي هيحكي الوقعه دي المدرب العام لنادي الزمالك الكابتن اسامه نبيه. نطلع نشوف الفيديو. نزلت على غزل المحل، رجعت على غزل المحل، لعبت السيمي فاينل كاس مصر غزل المحله مع الزمالك، وانا عارف ان انا هرجع بعد الماتش يعني على الزمالك وفرص كتير جات لي ان انا هدف والتوفيق ومش يعني قلبي ما يعني توفيق ولا قلبي ما طوعنيش، جات لي فرص فعلا اللي هو قلبي يعني ما طوعنيش. جالك فرص وانت ما حبيتش تحدد؟ جالي فرص لدرجه انا كنت بلعب ساعتها مركز مع بعضينا لدرجه ان انا جالك فرص جالي فرص وما قدرتش لدرجه ان انا ساعتها كنت بلعب على كابتن ابراهيم حسن في يوم واحده قلت له شيل، يعني في يوم واحده عارف انت اللي هو ايه انا خلاص يعني لازم انت احط، بتقول لكابتن ابراهيم شيل وانت بتلعب ضده شيل يعني الله ينور عليك أو ده الشغل العادي. فلا انت عارف يعني ايه الزمالك في موضوع كبير، وبعدين انت لما بتخرج كمان بره النادي بتحس بموضوع مختلف خالص. يعني مع الترسانه ضد الزمالك وجبت جون في كاس مصر والزمالك خرج من كاس مصر والزمالك خرج، كانت صعبه عليك دي؟ اهي يعني بس دي صعبه تضيع بقى يعني دي ما ينفعش قلبك فيها ما يطوعكش في ان يعني بص دي صعب يعني هتضيع ازاي دي بقى؟ هعملها ازاي دي؟ وهتضيع ازاي دي؟ وقلبي هيطوعني ازاي او ما يطوعنيش ازاي؟ قلبي ما يشبهنيش. ده في لقطه كنت بقول له كره شيل يا ابراهيم. ده مين؟ ده الكابتن اسامه نبيه المدرب العام لنادي الزمالك وبيتكلم عن المباريات الحبيه اللي ما فيهاش جديه. والحقيقه نادي المحله بعد التصريحات دي خرج ببيان قوي جدا ادان فيه الكابتن اسامه نبيه، فطبيعي جدا نشوف تراجع عن تصريحات الكابتن اسامه نبيه اللي قلبه ما طوعوش ان هو يسجل في مرمى الزمالك. ولك في كل اللحظات في المباراه دي اللي كان كابتن مدحت عبد الهادي او مدافعين الزمالك
بيركزوش فيها اللحظه كان كابتن اسامه نبيه بيكون شيل يا ابراهيم. وبما ان شيل يا ابراهيم في حد تاني شايل ليله كده لوحدها بتصريح تاريخي كلنا فاكرينه عشان نكون استعرضنا معاكم مسيره من المباريات سموها زي ما تسموها بس اكيد انتوا شامين ريحتها. نطلع ونشوف الفيديو. قول لي بقى الفرق اللي انت حظك حلو عليهم دايما يعني بتتالق في ماتشاتهم. انا قدام الاهلي. قدام الاهلي بحب ماتشات الاهلي. ليه؟ طول ال 90 دقيقه ما بيبقوش 90 دقيقه يعني اكتر من طبعا بتخش 95 دقيقه ابو ده الكلام ده. فانت طول ما انت عليك هجمات كتير وشغل كتير فانت فايق على طول ومركز في المباراه. لكن الزمالك بيخش فيك على طول. ببقى من جوايا كده ببقى مبسوط. تبقى مبسوط ليه؟ انت زملكاوي ولا الكاوي ولا ايه؟ والله. والله لما يخش فيك هدف من الزمالك عادي؟ لما يكون بس محتاج دوري ولا حاجه كده واحنا نبقى في الامان 100 100 مفيش مشاكل يعني. مفيش مشاكل. حصلت معايا مع كابتن حسام ساعتها كان بس انت جريء قوي على الهواء بتقول الكلام ده. لا قعد ما بكسفش ما بخافش من حاجه. فكان الكابتن حسام ساعتها مش عارف راجع من وقفه ايام كابتن حسام حسن حسام حسن ايام كان في الزمالك ولا في الاهلي؟ لا في الزمالك اوتوفستر وكده. فراجع بردك من وقفه ومش اصابه حاجه زي كده كسبهم الحدود في الحدود 1-0 ورجع. كان عندنا مباراه المحله في المحل هو بردك من المحله والزمالك كان مش عارف مين اللي رفعه من ناحيه اليمين فطار عليها بدماغه وحطها بدماغه في الزاويه ده وكنت طار معاه حضنته بعد ما جاب الجول. لا 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 انا من جوايا وبعد كده اتقلقت في الماتش لو جبت الماتش خلص 1-0 يعني خلاص الحمد لله الزمالك بس عملت ماتش كويس. ماتش كويس يا راجل انت كنت عايز تحضن. لا لا انا من جوايا بقى زملكاوي قوي. سنه كام عشان نجيب لك الهدف ده نشوف الحضن ده ايه نظام. انا من اخر سنه للكابتن حسام. الكابتن حسام كان جاب جول في الحرس. في الحرس 1-0 هو اللي كسبه كان بعيد ورجع تاني برضه كان في مش عارف موسم كام ده ورجع تاني جاب في المحل 2004 2005 متهيألي واحد بيقول لكابتن ابراهيم شيل وواحد كان عايز يحضن كابتن حسام حسن وهذا لا يحدث كل يوم. اللي بيحصل ده يا جماعه يستدعي ان انت تقعد كده تراجع التاريخ. واعتقد قبل ما تفكر تتكلم لازم تعرف ان فكره الفير بلاي في اوقات كتيره جدا ما كانتش موجوده، ما كانش مجرد كلام زي ما اسامه قال لكم في واقعه 1929 كمان في دوري منطقه القاهره يا اسامه 1932. سيبك من كلامنا، سيبك من الفيديوهات، لو مش مصدق ارجع لمذكرات رئيس الزمالك حلمي زاموره هتلاقي المختلط الجديد وهو بيتلاعب بمباراه من اجل نادي المختلط. نشوفكم بعد الفاصل وكلام مهم جدا وزي ما وعدناكم سخونه الحلقه لن تنقطع. شكرا. اهلا بحضراتكم من جديد وقضيه اخرى او قضيه اخرى من قضايا النادي الاهلي ونادي الزمالك وتصريحات من اعلام نادي الزمالك. والمره دي الكابتن محمد ابو العلا. الكابتن محمد ابو العلا سنوات طويله جدا بيشتغل في الاعلام، احيانا بيكون ضيف في قنوات محايده فبتبدو تصريحاته بعقلانيه وموضوعيه شديده جدا. اول ما دخل قناه نادي الزمالك فجاه الموضوعيه اللي كان بيتكلم بيها خارج قناه نادي الزمالك اختلفت تماما. يمكن اتكلمنا عنه هنا قبل كده وقلنا حتى لقطه ضرب الجزاء طارق حامد في ماتش سموحه والفيديو شغال قال هو فين الدهس من طارق حامد على مهاجم سموحه عبد الكريم وادي. المره دي قضيه اخرى وبدا يتدخل في قصه التنافسيه الموجوده في مصر وبيشكك في بطولات النادي الاهلي. نطلع نشوف الفيديو عشان نرجع نعقب. الإحصائية الأخيرة للفيفا التي جاءت فيها الدوري المصري في التنافسية جاء في المركز الأخير مع إريتريا وجيبوتي والسودان، هذا مؤشر على ما نقوله وعلى أن الكلام اللي نقوله واقع وليس ابتلاء ولا افتراء على أي شخص أو أي نادي. الحقيقة كلام خطير جدا وكلام مهم اللي حضرتك قلته، أبعاده الحقيقة مهمة جدا جدا لازم توصل لصانع القرار في اتحاد الكرة المصري. يبقى في إحصائية من الاتحاد المصري الاتحاد الدولي لكرة القدم إن الأقل تنافسية أو من الدول اللي هي ممكن تكون زي إريتريا ودول تكون مش في التصنيف الكبير في كرة القدم. الحقيقة ده كلام يخلينا كلنا إحنا كلنا بقى بكل انتماءاتنا، مش بتكلم عن نادي الزمالك، بتكلم عن انتماءاتنا كلنا، صناع القرار بأندية شعبية بكل حاجة، يخلينا لازم نحط 100 خط ونقف قدام مسؤولياتنا، لأن الحقيقة مش لصالح حد إن يكون في
بتكلم على اخر 16 17 سنه كنت بتكلم تحديدا على القصه دي، ان ما ينفعش نادي الزمالك يتساب فتره طويله جدا 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 في عدم استقرار فيؤدي الى نتائج تاثر عليه بشكل كبير جدا جدا فيبعد عن التنافس 16 17 سنه. ما ينفعش ننجو بالتنافسيه في الكره المصريه عشان نعمل دوري قوي في تنافس في عداله في نزاهه في معايير ثابته. ده بس اتكلموا على جدول الدوري ان في فريق متاخر وفريق بيلعب كتير او فريق لعب ولا لا، لو عرفوا الباقي هي انا اعتقد ممكن يعني يستغربوا اكتر واكتر. معايير الكابتن محمد ابو العلا ان اخر 15 16 سنه مفيش نزاهه مفيش عداله، وبالتالي مسؤوليتنا جميعا مش مسؤوليه نادي الزمالك فقط لا غير، بل مسؤوليه صناع القرار اننا ننشئ دوري في عدالة وفي نزاهة عشان ما يبقاش في فريق واحد هو اللي مسيطر على بطولة الدوري. وده تعقيب على مين؟ تعقيب على إعلامي إماراتي الأستاذ عادل الحمادي اللي بيتكلم نفس كلام إعلام نادي الزمالك، فطبيعي جدا كان يكون في مداخلة مع قناة نادي الزمالك. بس لو هو المعيار يا كابتن محمد أبو العلا اللي فكرة النادي المستحوذ على أكبر عدد من البطولات في الدوري هو معيار بيفسد المسابقة أو بيخلي المسابقة بدون عدالة أو نزاهة، فأنت كده بتغلط في دوريات كبرى كتير قوي. بالظبط، لأن ده اجتزاء، هو حب ياخد المعيار ويوظفه لخدمته. أصلا ما ينفعش الزمالك ما يبقاش بياخد دوري، كلنا مفترض نساعد الزمالك عشان ياخد دوري بالعافية. طيب هو فكرة التنافسية دي فكرة مجردة، آه ممكن ما فيش تنافسية، ولكن تعال نشوف التنافسيه في دوريات عريقه جدا. الدوري الالماني اخر 10 مواسم، الدوري الالماني اخر 10 مواسم 9 بطولات للبايرن ميونخ وبطوله واحده لبروسيا دورتموند. الدوري الايطالي الكالتشيو اخر 10 مواسم اليوفي واخد البطوله منهم 9 برضه يا اسامه. الدوري الفرنسي اخر 10 مواسم باريس سان جيرمان واخد البطوله 7 مرات. هل دي مهنك شويه باريس سان جيرمان؟ لا، عشان كان قبل البدايه بتاعت باريس سان جيرمان دي يمكن اخر موسم في العشره كان لسه الطفره ما حصلتش لباريس سان جيرمان، فهو بيبني استدلال اصلا خاطئ. انت عندك يا اسامه نادي الاهلي لاعب فاينل السنه دي مع الزمالك السنه اللي فاتت، الكونفدراليه النهائي بيلعب فيها بيراميدز السنه اللي فاتت وصل لنص النهائي، بتطلع لاعبين الدوري الاستثنائي في افريقيا اللي بيطلع لاعبين مباشره على البريمير ليج. انت مشكلتك ايه؟ ان الزمالك ما بياخدش الدوري وسلام عليكم. خلاص حاضر، عشان يبقى في تنافسيه هنخليك تاخد الدوري عشان ما تزعلش. خلينا نوضح ان احنا جايبين 3 دوريات من الخمسه الكبرى مسيطر على اخر 10 سنوات تقريبا فريق واحد. هل بيتقال ان الدوري مثلا الالماني ما فيهوش عداله او نزاهه، الدوري الايطالي ما فيهوش عداله او نزاهه، الدوري الفرنسي ما فيهوش عداله او نزاهه، ولا هي مشكلتك ان النادي الاهلي مستحوذ على الدوري المصري؟ ده طبعا احنا مش مشكلتنا كنادي اهلي اننا متفوقين، لكن الحقيقه لو في حد عاوز يصنع تنافسيه في الدوري المحلي فمتهيألي محتاج يركز مع فريقه اكتر ما يركز مع النادي الاهلي، يشوف عيوب اللي عنده ويشوف الثغرات اللي عنده ويحاول يصلحها افضل ما يكون كل هدفه هو انه يعرقل النادي الاهلي فقط لا غير. فدي عن موضوع التنافسيه يا فارس. لكن كابتن العدالة بقى تعرض للعداله. بما انك بتتكلم في العداله وللعداله وجوه كثيره، تعال نشوف العداله اللي انت بتفترض ان هي اهم معايير التنافسيه واللي انت خليتها سبب في عدم وجود تنافسيه، ده السبب اللي انت استغليته. تعال نشوف العداله دي والدوري بالكامل بيتقال من رئيس ناديك ان هو تأجل عشان لاعب. على فكره التصريح ده انا بشوف ان هو تاريخي، لانه في موسم شهد افتراءات كتير جدا على النادي الاهلي. نطلع ونشوف رئيس ناديك وهو بيقول لك ايه عن العداله. لا، هو مباراه النهارده انا سمعت المحللين هو خطا في التشكيل طبعا. صحيح. يعني انا معاهم في كل اللي قالوه. وكان وفي لعيبه لازم تريح ومنهم اوباما لازم يريح. انا بقول هو تاني على الهواء لازم يريح. ده مش اوباما اللي احنا عارفينه. هل هو مجهد؟ هل هو شبع كوره؟ يعني ايا كان، لكن لازم لاعب زي اوباما لازم يريح شويه، ولازم يتقال لفرجاني ساسي مش انت فرجاني ساسي اللي احنا اجلنا بطوله الدوري لغايه ما تخلص ماتشتك وتيجي والاصابه بتاعتك تخف منها. ففي لعيبه محتاجه وقفه. مش ده فرجاني اللي أجلنا الدوري عشانه؟ اعتقد ده ملوش علاقه بالعداله ولا التنافسيه، ولا هي العداله بالكيف؟ الحمد لله ان الدوري السنه دي هيكتمل في عدم وجود فرجاني ساسي.
طبعا الكلام عن العدالة مش بس عن دوري بيتأجل، لا ده أبسط حاجة، دي فكرة إن دوري يتأجل عشان لاعب، ده في حاجات تانية كتيرة جدا ويمكن يتكلم عنها الكابتن أيمن يونس، إن لما راح يقيد لاعبيه وعليه مديونية قال مش هدفع ولا جنيه، إن أنت كمان تسجل لاعبين وأنت عليك مديونية بحجة إن في فلوس جاية لك في المستقبل، ده قاله الكابتن أيمن يونس في قناة نادي الزمالك، لكن يمكن الكابتن أيمن يونس بيقول واقعة مش حقيقية. طب ما نسمع كلام رئيس اتحاد كرة القدم السابق الأستاذ عمرو الجناي. ايدك ولا تمثال ولا تجيب سيرتي، بس خد بالك القيد الحاجة كل الناس دفعت وانا ما اقدرش استثنى نادي الزمالك، ما ينفعش. فتقال لي الاتي، طب نعمل ايه، شوف لي حل. قلت له طب هشوف لك حل، انت عندك النهاردة مستحقاتك في كاس افريقيا هتيجي، لسه دي مش جاية، دي لسه هتيجي، اما الفلوس دي لازم هتدفع، هتدفع. فاكتب قول تنازل على المستحقات بتاعة افريقيا. قال لي الله ينور عليك مفيش اروع من كده. راح بعت واحد، مساء الخير ازيكم، انا جاي يمضي على ايه، على المديونية. مين حضرتك؟ انا اسمي معرفش محمد بدر. طب يا فندم هنا المفروض اللي يحصل حضرتك تيجي بتفويض من النادي، ان النادي بيفوضك ان انت اللي تمضي على المديونية وانت اللي هتقول ان يتم التنازل عنها في الحالة الفلانية. جيل راح رجع وجي هات التفويض، راح جايب تفويض من نادي الزمالك مختوم ومن من له حق التوقيع في نادي الزمالك هو اللي ماضي علشان يتنازل عن المستحقات اللي هتجيلك من الاتحاد الافريقي. حصل يا فندم هذا الكلام، رحنا مقيدين كاسونجو والدنيا خلصت. بعدها بيومين اللعيبه حصل فيه تذمر، ان اعتقد ان ايه مستحقات ومش المستحقات. وفاجأ يا جماعة على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، روح امسكوا في عمرو الجناي هو اللي خد فلوسكو. أنا اتحاد الكورة هو اللي خد فلوسكو، أنا خدت فلوس نادي الزمالك؟ يا نهار اسود ونايل، ده أنا طلعت فلوس من البنك، جددت عقد لسه كمان من 2022 ل 2027، وفي نفس الوقت كمان المستحقات اللي عليك المفروض ان انت تدفعها جبت لك ليها حل وحلتها لك على حاجات مستقبليه لسه هتيجي. هطلع اقول اصل انا وقفت مع قدام نادي الزمالك وعملت له كذا وكذا 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 وكذا، يتقطع لساني قبل ما اجرس نادي الزمالك، يتقطع لساني قبل ما اجرس نادي الزمالك. شايف يا كابتن محمد ابو العلا، يلي عاوز تتكلم عن فكره العداله والنزاهه، رئيس الاتحاد بيقيد لاعبي نادي الزمالك على اساس فلوس جايه مستقبليه. انا مش هتكلم، ماليش علاقه بالبنك، ولكن بتكلم فيما هو قيد لاعبين. حتى الفلوس دي يا كابتن ابو العيله ما جاتش على اتحاد كره القدم المصري، وطلعت من الكاف على نادي الزمالك في واقعه لم ولن تحرز غير مع نادي الزمالك فقط لا غير. فلو عايز تبلغ بقى عن التنافسيه والعداله في كتير قوي يا كابتن ابو العيله. هو الظاهر احنا بدل ما كنا بنقول كده هنقول ابو العيله عايز بطوله، عارف التصريح بتاع ابو العيال عايز بطوله، هو عايز بطوله عشان يبقى في عداله. ولكن اسامه بدا بفكره مهمه جدا، هو ليه ابو العيال اتغير؟ وده اللي يهمنا، هل الانسان عنده مجموعه من المعايير حاططها بيشوف بيها كل حاجه، ولا على حسب المكان؟ لا، على حسب المكان، لان ابو العيال اللي شايف ان الدوريات دي بتضيع كلها بسبب التنافسيه وعدم غياب العداله، تعالوا بقى نشوف ابو العيال نفسه كان شايف ايه زمان قبل ما يدخل قناه الزمالك، نشوف الفيديو. هل الاهلي محظوظ فعلا الفتره الاخيره؟ بتشوف فوز الاهلي ازاي يا ابو العيله؟ انا والله انا قعدت في الموضوع ده محتاج دراسه. انا رايي ان تاريخ النادي الاهلي اللي هو بعد الدقيقه ما بعد الدقيقه 90 ده محتاج دراسه. فعلا؟ انا رايي انا كده، انا اصل انا عشت فترات وانا لعيب وانا دلوقتي مثلا مش لعيب، لا انا لا الموضوع مش كده، ده الموضوع متكرر بقى اكتر من 10 أو 15 سنه. بعد الدقيقه ما بعد الدقيقه 90 انا نفسي حد يعمل دراسه ما بعد الدقيقه 90. والله العظيم دي تنفع دراسه على فكره، انا فكرت في كده والله. لا بس انا عندي رد، بس ممكن هروح بعد بعد انا هبتدي مثلا لو هحاول فلسفه شويه. انا شايف ان لا لو حد بيجتهد او بيحاول يمشي في الظروف اللي هي تبقى مقبوله او اقرب من العدل او اقرب من الصح، التوفيق بيلازمه. انا شايف كده طبعا فيها جزء كبير جدا حظ وإرادة ربنا والحاجات دي كلها، ويمكن دعاوي الناس. لكن انا شفت في اكتر من موقف تعرضنا ليه احنا في النادي عندنا في الزمالك، كنت بتلاقي العكس في اخر دقيقه هتخش تلاقي للاسف ما جاتش. كابتن ابو العيله
بتاع القنوات المحايده يقول لي كابتن ابو العلا بتاع قنوات الزمالك المشكله مش في غياب العداله، المشكله في غياب المنطق، ونقطه بس بعد المنطق لان هو المنطق وحاجه تانية. نشوفكم بعد الفاصل. اهلا بكم من جديد واخر فقرات حلقه الاهلي خط احمر. حابين نعقب على تصريح كان مهم جدا من احد نجوم نادي الزمالك كابتن بشير التبعي بالامس. قال تصريح: انا مش بجامل حد، اي مباراه اهلي وزمالك دايما جمهور النادي الاهلي اكتر، ودايما جمهور نادي الزمالك قليل ومش بيحضر المباريات دي، وتقريبا لانه مش بيثق فينا. دي كانت رساله مهمه يا فارس لبتوع الشعبيه. ومعانا طول الخط في الحلقه دي رئيس نادي الزمالك السابق حلمي زاموره، اللي اكد في موسم 71-72 اكد فكره ان دايما الحضور الجماهيري ازاي للنادي الاهلي كان طاغي، واتكلم عن فكره الشعبيه وارتباط شعبيه جمهور الزمالك دايما بفكره النتيجه، اللي بيقولوا ما بنشجعش عشان بطوله. نتمنى الحلقه دي تكون وثقتوا فيها. الحلقه دي بجد كنا سعداء ان احنا نقدم فيها حاجه تفكر ناس كتير قوي ان الاهلي خط احمر. نشوفكم باذن الله والنادي الاهلي بطل افريقيا يا رب يا اسامه. يا رب ان شاء الله. نشوفكم على خير.